ناس من رشاب ما يقبلون، كان شيخ من رشاب شيخ ظافر وكان شيخ ضير موجود ما يقبل بهذا الحدث اللي صار. بس احنا شريد منهم نعرف ما يقبلون، بس احنا نريد مساعدتهم ودفاعهم اكثر بعد، وهي الحكومة الموجودة وقواتنا الأمنية الموجودة حتى يسلمون الجنات. هو هذا شرطنا كان الأساسي من أول لحظة القضية. يا شيخ يا أستاذ أبو كذب الله يعزك، هو إحنا اليوم يسلمون الجنات القانون، لأن القانون فوق الكل. لابد إحنا الشيوخ العشائر أول ما نحمي القانون، إحنا نساند القانون، لأن إحنا ليش مؤتمراتنا يومية وتواقيع على وثائق بأن اليوم أنا أحترم القانون، مو هواء في شبك كلامي، لابد أن أكون أحترم القانون. فإحنا بهاي القضية طبقنا للناس وللعالم كله بأن شيخ قبيلة عتاب وعتاب محترمة للقانون والقوانين والأعراف. إحنا أستنقل لهم ونوجه رسالة لهم، أنا لا والله والله لا نرضى عليه ولا نقبل، ويعطونا بس مجال، يعطونا مجال لأن نكض هذا القاتل لو يظل بعد 10 سنين لازم نكضه. ما طوله طلع من عشائر الحاتم، ما طوله فقد من عشائر الحاتم. أنا أقول لك الجهد الاستخباري موجود والدولة قوية إن شاء الله، والدولة تكضه وقاعدة تشتغل بالأمن الوطني يشتغل، والاستخبارات تشتغل، والمكافحة تشتغل، كل إحنا خلونا نشتغل، نقول للعتاب إخواننا خلونا إحنا وعتاب يشتغلون، نعاون الدولة. لو ما عاوننا الدولة هذا المجرم هسه الحصار صار علينا راح شي يسوي؟ شجع المجرم. ليش ظلينا محتارين احنا بيننا وبين عتاب الابرياء؟ هم عتاب ابرياء وهم الحاتم البغر ابرياء، القاتل خلوا شرد، احنا ظلينا متجازمين بيناتهم. لازم ما نعطي فرصة للقاتل على مود يهرب الى مكان ما ندري بيه، يعطينا مجال واحنا ندور عليه والعتاب يدور عليه وجميع واحد عنده حظ وبخت بالمدينه يدور عليه. من هذا سواله فجده وسواله شق غير ولا اي واحد يرضى عليه. اما ابو لؤي، ابو لؤي مو شرط بس العتاب، ابو لؤي اول مره، ابو لؤي انه، ابو لؤي للقضاء كله، ابو لؤي لا الحاتم والعتاب نفس الشيء. احنا سلمونا عليهم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينقذ القاتل عن قريب. بس شريد كون نتعاون احنا وعتاب والدوله، نعاون الدوله عليه. احنا مجموعه من الصحفيين والاعلاميين في محافظه ذي قار اخذنا مبادره حسن النيه ونقل وجهات النظر وتقريب وجهات النظر بين القبيلتين الكريمتين المتصارعتين اللي يشتركون في قضاء واحد وفي ارض واحده وفي شراكه وفي تصاهر. احنا نقول هنالك صفحات وهميه تزيد في هذا الصراع وتزيد في الفتنه وتلقي النار على الزيت. نقول لخلونا الصراعات العشائرية تبتعد عن صفحات التواصل الاجتماعي وما لها علاقة بهذا اللي يريد يأجج ويرقص على جراح الآخرين. هذه مبادرتنا، مبادرة السلام وتقريب وجهات النظر بين الإخوان المتصارعين.